أهلا بكم أيها الرائعون. أسعد الله أوقاتكم أحبابي في الله. طرحت مؤخرا فيديو عبر قناتي طبعا على اليوتيوب، فيديو بعنوان قاعدة الثراء الذهبية، والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه: هل طبقت أنت كيوسف حسن هذه القاعدة حتى تصبح ثريا أم ماذا؟ من خلال قراءتي لبعض التعليقات، نعم وجدت هذا السؤال، وبالتالي في هذه الحلقة سوف أجيب بالتفصيل عن هذا السؤال، فمرحبا بكم مرة أخرى. لما بدأت دراسة علوم الطاقة وقوانين الجذب قبل 3 أو 4 سنوات من الآن، مثلكم لم أكن أؤمن كثيرا بهذه العلوم، لكن كان علي فعلا أن أدخل إلى عالم التجربة، وبالطبع قمت بتجريب العديد من الأشياء، وهكذا كانت النتيجة. النتيجة طبعا كانت مرضية للغاية، وأنا مدين لكل الأشخاص الذين علموني علوم الطاقة وقوانين الجذب، وبالتالي فينبغي أن أتوجه لهم بالشكر طبعا، لكن الشكر الأكبر لله سبحانه عز وجل الذي دلني على هذا الطريق. أنا لا أقيس النجاحات طبعا بالأشياء المادية رغم أنها حاضرة بقوة في حياتي والحمد لله، لكنني في الأمور المعنوية كانت لدي استفادة ضخمة وكبيرة جدا، لذلك فأنا لا أبخل على جمهوري بمشاركتي الأشياء التي نجحت فيها والتي أؤمن بها فعلا. للأمانة فقد جربت تمرين 14-21 ونجح معي عدة مرات. تمرين التخيل نجحت كما تخيلت ذلك بالضبط، ومن الأشياء المهمة التي جذبتها في حياتي هناك عدة أشياء مادية لا أريد فعلا أن أدخل في التفاصيل الكثيرة، لكن صدقوني هناك أشياء كثيرة حصلت معي وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى وعونه. هل أصبح يوسف حسن ثريا؟ الثراء بالنسبة لي هو أن تكون محاطا بالعائلة وبالأصدقاء والأحباب، وأن تكون بصحة جيدة طبعا دون إغفال الأمور المادية. أمور المادية الحمد لله لا بأس بها، وهي في تحسن مستمر منذ سنوات والحمد لله، وهذا كله فضل من الله سبحانه عز وجل. كما أنني أطبق ما أتعلم من خلال علوم الطاقة، وصدقوني لقد نجحت في الكثير والكثير والكثير، لكن دائما أقول بإذن الله لأنه مصدر الطاقة العظمى في هذا الكون. لذلك كان من المنطق طبعا أن تطرحوا مثل هذا السؤال، وكان علي فعلا أن أجيب عن هذه الأسئلة بخصوص الثراء. إذن ما أشاركه معكم فعلا هو غالبا ما يكون من مجرباتي، وطبعا إذا كان لديك الإيمان القوي بالله سبحانه عز وجل أولا وبعلوم الطاقة، صدقوني ستنجح معكم كثير من التمارين. بخصوص تمارين الجذب فقد نجحت في أغلبية التمارين بدون استثناء أقول، وقد حدثت أمور كما تخيلتها بالضبط، صدقوني طبعا للأمانة فقط أنا أقول هذا الكلام، حدثت أمور كما كنت أتخيلها بالضبط، لذلك تجدني دائما أركز على التخيل كعامل أساسي، سواء عندما تحدثت عن نيفيل غودار أو فاديم زيلاند أو إستر هيكس وغيرهم كثير. دائما ما كنت أركز على هذه العملية المهمة جدا، لأنه حسب نيفيل غودار التخيل هو الأساس. الثراء طبعا يبدأ في عقلك، الجذب يبدأ من عقلك أولا. كلما كنت مؤمنا بأنك تريد أن تجذب شيء إيمانا قويا وكانت صورة واضحة في عقلك الباطن، صدقوني سوف تحصل على كل شيء كما تخيلته بالضبط، وهذا عن تجربة طبعا. وصدقوني دائما أقول الكل بإذن الله لأنه مصدر الطاقة العظمى. والمعلوم أيضا أن كل علوم الطاقة هي تقريبا غربية وخاصة في الدول الأنجلو ساكسونية، لذلك فأنا أنقل ما تعلمته للأمانة فقط، أنقله طبعا سواء من تجاربي الخاصة أو من تجارب بعض الأصدقاء أو الزملاء فقط لتعم الفائدة. لذلك كان من المفروض علي طبعا أن أنشر هذا العلم، وكل واحد حر سواء أراد أن يصدق ذلك أو لم يريد أن يصدق، فأنا طبعا أحترم كل الآراء.
ولازلت طبعا حتى هذه اللحظة أتعلم الكثير من علوم الطاقة من المصادر الغربية، وبالتالي فإني أجتهد كثيرا لأقوم بنقل المعلومة طبعا باللغة العربية لعشاق يوسف حسن في العالم العربي وللعموم. وأتمنى طبعا أن أكون قد أصبت في هذا الاختيار، فإذا لم يحدث أن جذبتم شيئا فالمعذرة، لأنني فقط أنا أنقل المعلومة وكل واحد حر أن يطبقها أو يصدقها أو غير يصدقها، فذلك طبعا يخصه هو كشخص. أما أنا فدائما أقول أن النية الحسنة هي كل شيء. طبعا إذا كانت نيتك أقول حسنة فإن الله سبحانه عز وجل يفتح لك الطرق لتحقق ما تريد. أما بخصوص الأمور الشخصية فقد تحسنت كثيرا طبعا من العديد من الأشياء التي كنت أعاني منها سابقا، الحمد لله بفضل هذه التطبيقات وفضل الله سبحانه عز وجل أولا تحسنت أمور كثيرة والحمد لله طبعا. أما بخصوص الأمور المادية فكما وضحت سابقا لا أريد أن أدخل في بعض التفاصيل الخاصة لأنها لا تفيد المتتبع العام، لكن كما قلت سابقا تحسنت الأمور بفضل الله سبحانه عز وجل كثيرا على ما كانت عليه قبل ذلك. والمعلوم طبعا أن يوسف حسن لديه أعماله الخاصة، وبما أنني أعشق الفيديوهات وتقاسم المعلومات فإنني أيضا أركز أن أكون حاضرا على منصة اليوتيوب، طبعا ليس كدعاية لإسم يوسف حسن بل لمشاركة المعلومة لأحبابي أينما كانوا. وبالتالي فإني أقول شيئا في الأخير وهو للأمانة العلمية، لقد طبقت عدة تمارين من علوم الطاقة ونجحت معي والله طبعا شاهد على ما أقول، لكن دائما أقول كل شيء بفضل الله سبحانه عز وجل، فقط أخلص النية، والله لو كانت نيتكم طيبة لحصلتم على ما تريدون. النية طبعا واليقين، لأن الله سبحانه عز وجل قادر على أن يقول لشيء كن فيكون، والله سبحانه عز وجل يقول فقط أحسن الظن بي، أحسن الظن بالله، فقط ادعو وطبق التمارين طبعا وانتظر النتيجة بإذن الله سوف تحصل على ما تريد. يوسف حسن، أتمنى من العلي القدير أن يحقق كل واحد منكم ما يصب إليه وما يتمنى. في أمان الله. Thank you.